بعد قطر علاقات مع قطر، شايف ان انت هتتفرج على بين سبورت تاني؟ والله يعني شايف حتة العلاقات السياسية ديت على مستوانا احنا كشعب احنا ملناش علاقة بيها قوي، يعني هم دول في قيادات هم يعني علاقات ما بينهم، هم المسؤولين يظبطوا الجزئية ديت، انما احنا كشعب احنا بنحب الكرة، يعني هي الفرحة الوحيدة بالنسبة للشعب المصري ده في احلك الظروف اللي هو بيبقى بيمر بيها هي كرة القدم، وللأسف ان هو الكرة دلوقتي بقت يعني كأنها سلعة وبيتم احتكارها، ويعني بي ان سبورت طبعا محتكرة معظم البطولات على مستوى العالم، وبما اننا شعب بيحب الكوره فيعني اكيد اكيد يعني هنفضل نتفرج عليها، يعني هتفرج عادي اتفرج مفيش مشكله عادي، علاقات سياسيه وكده ماليش دعوه بيها، مش هتفرج لان اللي بيأذيني مش هتفرج عليه، ده كفايه الارهاب اللي هم عاملين لنا. بعد قطر العلاقات بين قطر ومصر، ولا عشان الاشتراك اللي هدفعه بصراحه هتفرج يعني لحد بس ما اعرف الدنيا تمشي ازاي. شيء اجباري طبعا ان انا اتفرج عليهم لان هم الوحيدين اللي بيذيعوا الماتشات المتشفره، شيء اجباري اكيد هتفرج عليهم. شايف ان هم ممكن يقطعوا البث عن مصر؟ شايف بعد مصر رجعت القرار بتاعها وان هي مش هتقطع علاقاتها، يعني شايف ان هم ممكن يقطعوا البث؟ ما اعتقدش، مش هيقدروا لان هم كل ده بيرجع لهم بفلوس، يعني بيرجع لهم بفلوس، فما اعتقدش ان هم يقدروا يعملوا حاجه زي كده مع مصر او مع اي دوله تانيه.